ابراهيم سعدي زعما دار فعلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على حبيبنا وقره اعيننا سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله الطيبين الطاهرين امين وصحابته الكرام امين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان ونعمة الإسلام آمين ونعمة الطاعة ونعمة هذا المجلس الكريم آمين. نظرت إلى المجلس ما وجدت العدد فتفكرت بالمدد الأصل المدد وأقول يا سيد محمد هذا الأثر العظيم ما تقطعوه أبدا وهذا أعظم وصل لهذه الأنفاس الطاهرة المرة في هذا المجلس الكريم والذي أنشأه وقام به سيد يوسف رحمه الله. لو كان واحدا في المجلس عليه أن يقيم هذه الأعمال لأن قوة العطاء في قوة الأعمال ليس بالأقوال بالأعمال. حتى الذين مكناهم في الأرض أقاموا أن يقيموا الدين صلاة الدين ليست إقامة الطين. الله لا يسألك عن إقامة الطين يسألك عن إقامة الدين. ففكر الأمة الآن بعيد عن هذا المعنى العظيم وأنا داخل أنتم ما شاء الله تقرؤون الآيات الأخيرة من سورة الكهف وهذه السورة عظيمة والشيخ أعلم مني بمرادها وفيها من المعاني العظيمة معاني الجمال والجلال والحفاظة أول شيء. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ما السبب؟ لأنهم أهل إيمان وأهل طاعة وفزعوا إلى الله والله حفظهم. لا بل غير لهم نظام الكون نظام الكون لأن هذا النظام بخدمة من؟ أنت أنت ما في خدمة النظام النظام يخدمك أن تكون في خدمة الله والإحسان إلى خلق الله. الله يغير لك نظام الكون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الأمر الثاني في ما يقوم الدين إلا بهذا الترتيب بدعوة الإيمان. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. دائما أهل المقامات يربطوا المخلوق بالخالق. حتى يوسف أرباب متفرقون من الله الواحد. عيسى عليه السلام إني عبد الله. ما يتكلمون الأنبياء عن ذاتهم يتكلمون عن كمال الإيمان فيهم وفي سيدي شكرا وفيهم كمال الطاعة. ثم دعوة الإيمان أن دعوة الإيمان ثم تعليم الإيمان. أنا سأتوقف عند هذه تعليم الإيمان. خليك شوي كيف تعليم الإيمان. من طلب الإيمان؟ تعليم الإيمان موسى عليه السلام. قالوا طلب العلم على ثلاثة غروب أو ثلاث مقامات. مقام الأسباب كل البشرية مشتغلة صناعة تجارة هذه أسباب. ومقام الإيش علم الوحي هذه للأنبياء. لكن العلم اللدني علم الأقدار السلام ورحمة الله وبركاته. علم الأقدار نبي ومرسل كريم الله طلب العلم عند هذا الرجل. ما قال بعد ما الله ما عرفه ممن ما علمت منه فوجد عبدا من عبادنا. أول فيه كمال العبودية. آتيناه رحمة وعلمناه من لدنا. إذا علم في رحمة ليس له. السلام ورحمة الله.
فهذه علم الأقدار. كل اللي سواه هذا حتى قالوا قد إنه هذا الرجل الصالح أو الخضر هو القدر، والقدر حجب عن البشر. القدر الأقدار حجبت. لماذا؟ من علامات الإيمان، من علامة أن تؤمن بالقدر خيره وشره، أليس كذلك؟ هذا ما الله فتح. شوف بعد المآلات، الذي تراه شر فهو عند الله خير، والذي تراه خيرا قد يكون عند الله شرا. أتن تكره شيئا وهو خير لكم. فسبحان الله، هذا العلم ما حد انتبه له ولا حد يستطيع أن يخوض فيه، لكن لابد فيه من الرحمة. سفينة يخرقها في وسط البحر، إيش موقف الركاب؟ الهلع، أليس كذلك؟ والخوف، كيف يكون ذلك؟ طبعا موسى تعجب من ذلك، لكن فوق موسى العلم الذي عليه السلام. ثم يأخذ الجنين من أمه ويقتله والجدار يرده، هذه بقدرة من؟ الله. هذه الآن الذي راها رحمة ولا إيش؟ ولا غضب؟ غضب وقسوة. ولذلك لازم نتعلم من هذه السورة المباركة، وخاصة هذه اللطائف الأخيرة، أن الأقدار التي تجري على الأمة ما يعلمها إلا الله. ستجري. فإذا واحد يقول يا أخي أنا اشتغلت ما حصلت على كذا، أنا قدمت على الوظيفة الفلانية ما حصلت، فلا بد أنك تشغل القدر. تشغل القدر، يا أخي أنا كذا صار، يعني ما جاني أولاد، ما جاني المنصب الفلاني. إذا ما تعيش مع الأقدار تكون في الأقدار، في الكذب. القدر يحيي القلوب، وقمة الإيمان الذين بالقدر خيره وشره. فلا بد يا أخواني بهذا المجلس الكريم وعندكم هذا العالم الطيب، نستفيد من خزائن القرآن، وحتى أعظم سلاح للجهاد هو القرآن الكريم، وجاهدوا به جهادا كبيرا. وأعظم سفر في الوجود القرآن لتغيير حال البشر، لازم نفهم ذلك. ليس تلاوة ولا بس جمال الأصوات، لا، نعرف. ولذلك ما تنقضي عجائبه، ولو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فهذه الأمة الآن اللي فيها في الأحوال، هذا امتحان الأقدار. نعم، متى عاد؟ لابد من العودة إلى الله، لابد العودة من الله عاد، حتى الله سبحانه وتعالى يفتح الخزائن ويجي المدد الحقيقي، المدد الغيبي. كل ذرات الكون تكون معه، يا جبال وأوبي معه. فالله خص هذه الأمة بهذا المجلس الكريم. كذلك إخواني، الله يحفظكم ويرعاكم، دائما هذا مجلس مربوط منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، في مجلس تعظيم الله، مسجد الافتقار إلى الله، مسجد العلم، مجلس الذكر، كل الخير كله يجتمع في من هذا المجلس. لازم نكون على أولا نكون على طهارة، متواضعين، متطيبين، متسوكين، وأيضا مستحضرين عظمة المجلس، أننا الآن مذكورون في الملأ الأعلى عند الله، ونحن الآن كذلك تقضى الحوائج بمثل هذه المجالس. من تحف الملائكة وتخشاها الرحمة، تنزل عليه السكينة، ومن يذكرنا العزيز الحكيم جل جلاله. فنستفيد من هذه العطايا. لا تدخلون هذا المسجد يعني
هذا المكان الطيب المبارك بالذكر، هذه حياة، هذه حياة الأنبياء، سيد الأنبياء، ذكر، فكر، شكر، أفلا أكون عبدا شكورا؟ نعيش بهذه المعاني الجميلة، ما نطلع إلا بالفرج. إذا دخلت في الضيق هذا طريق الفرج، طريق الفرج أن ترتمي بأحضان النبوة، طريق الفرج أن تسأل الله. يا ابن عباس، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذه الأمة الآن ما تخرج من الحرج إلا عن طريق الفرج واللجوء إلى الله. ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. الله يوفقنا إياكم للخير، وهذه ليلة الذكر وليلة الشكر وليلة كثرة الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم. روحها، روح هذه الليلة وجمالها وعطاؤها وأريدها وأنفاسها بكثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك يوم الجمعة اكثروا من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وبنية الفرج وبنية الترقي وبنية الحفاظة وبنية أن الله يحفظ هذا البلد وبلاد المسلمين من كل سوء، ويولي أمورنا خيارنا، وأن تتوجه القلوب إلى الله، يستر بناتنا وبنات المسلمين بهذه حصانة، هذه تعويذة يعني نحتفظ فيها للحفاظة والعيش. ما يسمونه حصن المؤمن؟ هذه حصن، نعم، نتحصن ونمشي بهذا الفكر. بارك الله فيكم الذي تسمعون، تكلموا مع أهليكم في بيوتكم، كلموا عن الله، كلموا عن الدار الآخرة، كلموا عن البعث. أنا بكرر هذا الكلام بعد قلت من أول ما أخلي، سبحان الله، ما تدري بعيش الوحد للغد أم لا يعيش. كبرى أكبر القضايا في الوجود، القضايا الكبرى قضية التوحيد الإلهي. فاعلم أنه لا إله إلا الله. الله يعرف بذاته العلية، إنني أنا الله، والوحي والرسالة، وجمعت برسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سراج البشرية محمد، ليس الشمس، سراج محمد إلى يوم القيامة، نوره لا ينقطع، نور القرآن ونور النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. حتى أهل الإيمان يمشون في الجنة هذه يوم القيامة بنورهم يسعى بين أيديهم. لازم نفهم هذا المعنى. القضية الثالثة قضية البعث، نتكلم عن الدار الآخرة، عن الجنة وعن النار. اللهم نسألك رضاك والجنة، ونعوذ من سخطك والنار. نعيش بهذه المعاني، هذه الكبريات العظمى في الوجود، ما في غير ذلك. حتى في القبر تسأل عن ماذا؟ من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هذه القضايا كل البشر بيسأل هذه الأسئلة الثلاثة. فهذه فرصة الآن، هذه الحياة للبناء، بناء الإيمان، بناء الإيمان. الإيمان يمشي معك، حاجاتك ما تمشي معك. الله يوفقنا إياكم لكل خير. آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، ألسنتنا من الكذب، وعيوننا من الخيانة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. آمين. اللهم فهمنا القرآن. آمين. اللهم فهمنا القرآن. آمين. يا رب العالمين. آمين. واجعلنا من المتعلقين في بابك وباب محمد صلى الله عليه وسلم. آمين. اللهم بارك لنا في أعمارنا. آمين. وبارك لنا في أوقاتنا. آمين. وبارك لنا في أرزاقنا. وبارك لنا في أبنائنا وذرياتنا يا رب العالمين. واجعلنا من المباركين اينما نكون. درس جميل من دكتور بروفيسور دكتور ابراهيم السيد عبد المجيد السيد احمد الرفاعي بن عمنا وعمنا وعديل الوالد سيد الصفوي سيد النائب وشيخ الطريقه الرفاعيه.
آمين آمين. صح، هو اليوم عنده فتوح ومنوح. وفق العاملين الصادقين الداعين إلى دينك ودين حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وتجعلنا حقيقة خير أمة أخرجت للناس، وتقبل منا يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله. خير يا دكتور، مبروك اليوم عندك فتح ما شاء الله عليك. شيخ رمضان دكتور. الان كلمة عندك شيخ رمضان سيد، اليوم عندك فتح ما شاء الله. شنو السالفة؟ من وين جاي سيدي؟ يلا شيخ رمضان، اليوم عندك فتوح ومنوح، اليوم ما شاء الله فتحت له اللي جيت بها شيخ رمضان. تفضل شيخ، مبروك ما شاء الله عليك.